السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مكملين في سلسلتنا الرائعة، سلسلة الماجنتيك ريزونانس إيميجينج أو تصوير بتقنيات رنين المغناطيسي أو المجالات المغناطيسية. إن شاء الله نتكلم النهاردة على الكاركترستيك الخاصة بالإيميجينج أو التسميات الخاصة بالتصوير، ونتكلم النهاردة على سيكونس احنا بنستخدمه كتير جدا في الام ار اي او بنستخدمه حتى في الرنين المغناطيسي احنا كميديكال ايميجينج، وهو الستير. عاوزين نعرف مع بعض اصلا يعني ايه ستير، ايه اصلا الاختصار دوت، بيعمل ايه الستير، ايه فوائد الستير، كمان عاوزين نعرف ازاي الصورة في الام ار اي هتبان جوه هذا السيكونس او الستير، كمان عاوزين نعرف لو انا عندي اي حاجة باثولوجي هتبان ازاي في الستير، واخيرا عاوزين نعرف امتى استخدم الستير ويبقى مفيد في التصوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسام طارق فرق قناتي قناة حسام القياتي، وإن شاء الله زي ما قلت لك في الانترو هكلمك على الستير. في البداية بس عايزين نحط البيزكس، أنا عاوز أعرفك الأول يعني ستير، وبعد كده نتطرق لكل اللي إحنا عايزين نتكلم عنه في بقية الفيديو إن شاء الله. أول حاجة بس، هل كلمة الستير دي اختصار أم هو سيكونس اسمه ستير؟ ستير هي اختصار لجملة شهيرة جدا اسمها short tail inversion recovery او الاستعداد للانعكاسي القصير او الانتعاش للانعكاسي القصير. الستير اللي هو short tail inversion recovery معروف برضو باسم short T1 inversion recovery. ده كده بالنسبة لي اختصاراته بس في البيزكس في البداية خالص تعرف ايه اختصارات الستير. يعني ايه بقى ستير؟ ستير ببساطة خالص هو عبارة عن فات سبريشن تكنيك ويز انفيرشن تايم، هو عبارة عن تكنيك او تقنية خاصة لقمع الدهون او لحرق الدهون تمام مع وقت انعكاس معين، بحيث ان بلقى السيجنال بتاعة الفات او قوة الاشارة بتاعة الفات بتصل للزيرو للصفر، وده لو انا بستخدم جهاز 1.5 تسلا بلقى ان الكلام دوت بيعادل ما يقرب من 140 ملي ثانيه في هذا الجهاز. ده اول معلومه عايزين نعرفها في مفهوم الستير. المعلومه الثانيه، لو انا حبيت بقى افرق ما بين مكونين من الانسجه بتقنيه الستير ديت، لازما يبقى القيم بتاعه التي 1 بتاعتي مختلفه للمكونين دول. يبقى لو انا هميز بين مكونين من الانسجه في الستيل لازم تبقى القيم التي 1 بتاعتي مختلفه. عشان ننوه على حاجه بسيطه جدا، في فرق جوهري ما بين الفلير وما بين الستير. الستير زي ما قلت لك حرق الدهون، لكن الفلير هو سبريس للووتر يعني حرق الميه. دي المعلومه الثانيه عايزين نتكلم فيها. المعلومه الثالثه، ان الانفيرشن ريكفري ايميجنج او التصوير بالاستعداد الانعكاسي او الاستعاده الانعكاسيه ديت بتسمع لحرق الدهون بطريقه جلوبال وفي نفس الوقت بطريقه متجانسه، وبالتالي انا ممكن استخدم الطريقه ديت مع مجالات مغناطيسيه لكن قوتها منخفضه. بس هنا لازم ننوه على حاجه مهمه جدا، طبيعي لما العلماء جاي يعملوا تقنيه الستير مش هيعملوها بس خاصه بالفات، وبالتالي لو انا عايز اجي ابص على السيجنال انتنسيتي بتاعه تيشو معينه، يعني عايز اتكلم على سمات او اتكلم على الكثافه الاشاره بتاعت انسجه معينه، الانسجه ديت عندها مره تي 1 كانت طويله ومره ثانيه كان عندها تي 1 قصيره، انا مش هقدر افرق ما بين الاثنين دول، وبالتالي هيبقى في عندي شيء من الغموض. وهنا اتطرق للنقطه الرابعه في تعريف الستير، ان نظرا لان الستير بيستخدم الشورت انفيرشن ريكفري تايم زي ما قلت لكم ان هو بيستخدم وقت انعكاسي قصير، فبالتالي ما اقدرش استخدمه لو انا بحقن جادولينيوم. ليه؟ لان الانسجه اللي بتاخد الجادولينيوم بتسبب لي تقصير اكتر في التي 1، وبالتالي ممكن يتم ابطالها بطريقه غير مقصوده، ابطل
هذه التقنيه وبالتالي ما اقدرش استفاد منها بحد اقصى. دول الاربع توبكس اللي عايزين نتكلم عليهم في تعريف الاستير. بعد كده نيجي نبص على ازاي الصوره بتبان في السيكونس بتاع الاستير. سواء انا بتكلم على التي 1 زي ما اتكلمت في محاضره سابقه او اتكلمت على التي 2 برضو اتكلمنا في محاضره سابقه عليهم. هنتكلم عن الاستير او حتى ان شاء الله بعد كده واحنا بنتكلم عن الفلير the easiest way اسهل طريقه ان عشان اعمل identification او identification تحديد للستير ايمج هي ان انا امشي ادور على الاماكن اللي فيها سوائل او الاماكن اللي فيها دهون. زي ايه الاماكن دي يا حسام؟ عد معايا بقى. عندي مثلا السيريبروسباينال فلويد الموجود في البرين والفينتركلز وحتى السباينال كورد. عندي الفري فلويد الموجوده في الابدومن. عندي حتى الفلويد الموجوده في الجول برادر او الموجوده في الكومون بايل دكت. او حتى عندي السينوفيال فلويد الموجوده في الجوينت. او حتى عندي الفلويد اللي موجوده في اليورينري تراكت او حتى اليورينري بلادر او الاوديما او اي باثولوجيكال فلويد كوليكشن، اي تجمعات سوائل مرضيه موجوده جوه الجسم. انا بدور على الاماكن دي علشان ابص على السوائل والفات اللي فيها. بلاقي ايه؟ بلاقي ان الفلويدز السوائل بتظهر برايت ساطعه اكني شغال على التي 2 تمام، وبقى الفات الدهون بتظهر فري دارك او سودا جدا اكني شغال على التي 1. ده تمييز مهم قوي تعرف منه صور الاستير. نيجي بقى نبص على الباثولوجيكال بروسيس او العمليات المرضيه ازاي تظهر في الاستير. تعال نحط بيزكس زي ما احنا متفقين دايما ومتعودين نعملها. لو انا عندي باثولوجيكال، اي باثولوجيكال في الجسم، ده بيزود لي الووتر كونتيننت الموجود في الانسجه، بيزود لي المحتوى الميه الموجود في الانسجه، وده بيديني محتوى ميه اضافي في الانسجه، وبالتالي هيزود لي الاشاره على الستير ايمجز. فلما زود لي الاشاره قال ان الباثولوجيكال بروسيس بتظهر ساطعه في الستير، يعني بتظهر برايتس لامعه او ساطعه بيضاء قوي من الاخر يعني. ده بالنسبة للباثولوجيكال بروسيس. نقفل الفيديو بقى بحاجة مهمة جدا. امتى انا كميديكال ايمجي او كشخص موجود في التصوير الطبي اقول والله ان الستير هيفيدني في الصور؟ امتى؟ الستير مفيد جدا 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 في خمس حالات ومفيد شوية في حالتين معينين. الخمس حالات هما: بلا اول حاجة ان الستير مفيد جدا جدا لو انا بعمل بريكيال او بعمل نمبر بلاكسز ايميجين. حاجة تانية لو انا بصور انتيرو نيك او بصور اوربت او بصور فاس بصور اسف اوربت او بصور حتى عظام الوجه او اسف بصور الفيس الوجه. الحاجة التالتة لو انا بصور ماسل سكيليتال ايميجين. كمان مهم مفيد جدا جدا لو انا بصور لم اطراف. برضه مفيد جدا جدا في السباين في الفقرات. كمان الستير بيساعدني ويبقى مفيد معايا لو انا بصور ابدومينال او انا بصور الشست، ويه خاص بريسبيراتوري جيتد ستير. كده احنا خلصنا محاضرتنا. اتمنى ان يكون فيها معلومه مفيده ليكم وما اكونش طولت عليكم. لو انت معانا اول مره في القناه ما تنساش سبسكرايب في القناه اللي تدعمنا، ولو انت معانا على طول فشكرا ليك، لايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.